رجب شحاته رئيس شعبه الرز. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد عليك وعلى كل مشاهدينا. الرز اخباره النهارده بكام؟ لا احنا سمعنا اولا لقاء السيد الرئيس بالمواطنين في الشارع شيء عظيم 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 عظيم. نعم. ان الرئيس بتاعنا بينزل يشوف احتياجات المواطنين ايه بنفسه في قلب الشارع. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرس لنا الرئيس ويحرسنا دايما ودايما مصر خير يا رب يا رب كده. بالنسبة للرز يا احمد بيه الاعلامي المحترم، الرز طبعا انا سامع كل الاخوة بقول لك ان احتياطي عندنا 5 أو 6 أشهر. احنا الرز بفضل ربنا بيكون عندنا احتياطي لمدة عام كامل، يعني انتاجنا الحمد لله بيكفينا وبيزيد. جبت منين الرقم ده؟ جبت حضرتك منين الرقم ده؟ انا اسف يعني التموين بتقول 5 6 شهور، حضرتك بتقول لي سنه منين؟ ما هو الرز اصلا انتاج محلي بيكفي من شهر 8 لشهر 8. نعم. الرز بيكفي من شهر 8 لشهر 8، احنا ما بنستوردش رز الحمد لله. يعني الحمد لله يعني عندنا احتياط رز، حضرتك بتقول لمده سنه؟ عندنا احتياط رز لحد المحصول الجديد ان شاء الله في شهر اغسطس وسبتمبر هيطلع المحصول الجديد. طب ليه كان زايد اسعاره؟ زادت ليه؟ طالما احنا كله محلي واحنا اللي بننتج وعندنا اكتفاء ذاتي ما شاء الله، ليه كان بيزيد؟ تمام، هو لما حصل الحرب بين روسيا مال الرز والحرب؟ للاسف الرز في مصر ما احنا ارضنا مش جايبه من اوكرانيا ولا روسيا. والله العظيم هكمل، والله العظيم هكمل يا استاذ احمد. اتفضل. ماشي هكمل. اتفضل. هو الناس تخيلت ان كل حاجه خلاص هترتفع و و و و والكلام ده كله، لكن الحمد لله الحمد لله يعني اصحاب المضارب ابتدوا يعني يقللوا هذا الموضوع تاني ونزلوا الاسعار ورطنا وبنورط، واتفقنا مع هيئه السلع التموينيه وتم التعاقد على 50,000 طن في شهرين، وان شاء الله هنواصل التوريد لهيئه السلع التموينيه، وهيكون في احتياط كبير في هيئه السلع التموينيه لان كل اصحاب المضارب عاوزه تورط وعاوزه تخش في المنظومه. بس يشوفوا لنا مخازن وان شاء الله مش هيكون في مشكله. والرز كان وصل 12 و13 جنيه، النهارده نزل الرز السائب اصبح فيه من 8 ل 9 جنيه، ده سائب اللي هو من 10 كيلو و25 كيلو. والمعبى دائما بيزيد 1000 جنيه، يعني فيه ب 9 جنيه وفيه ب 9 ونص وفيه ب 10، يعني ان شاء الله مش هيكون فيه مشكله بامر الله في الرز نهائي بامر الله. يعني في ناس بيشتكوا لي وقالوا لي اللي ب 10 ده فيه يعني بيبقى نوعيه في كسر كتير مش كويس، يعني ايه الحكايه؟ احنا عندنا دايما نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ لا 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 عندنا اي هو دايماً لا حضرتك قول لي او لا. لا 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 يا احمد دي لا 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 اطلاقا اطلاقا، لان الرز عندنا اقصى حاجه بتنزل من المكن بتاع المضارب هي من 12 ل 13 14% كسر، وعلى فكره احنا مسموح لنا لحد 12%. وعلى فكره هو الكسر في الرز مش عيب، يعني هو 12% مش عيب اطلاقا. يعني هو اساسا لازم اساسا يعني هو ما فيش حاجه بتعدي من البق الا وهي مدبوغه يعني. لا بغض يعني النظر يعني ده موضوع اخر، لكن هو ليه يبقى فيه كسر كتير؟ لا 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 في رز اي حد يلاقي متميز كامل ما فيهوش ولا حبايه ما فيها كسر. ايوه ليه؟ الرقابه الحمد لله، الرقابه الحمد لله شديده جدا جدا جدا. مصر كلها فيها رقابه النهارده الحمد لله، واي كيس رز معدي الكسر بتاعه من اللي مكتوب على الكيس نفسه لان الكيس نفسه مكتوب عليه سعره ومكتوب عليه الكسر بتاعه. ياخده ويوديه يعمل بيه محضر لكل البيانات على الكيس، يعمل بيه محضر من البيانات اللي على الكيس. نعم. اطلاقا ما عندناش هذا الكلام كله اطلاقا، يعني الحمد لله. وبعدين احنا بلد بتصنع رز، يعني احنا مصر من الناس من المضارب اللي بتصنع رز على مستوى العالم، بنعرفه نصنعه رز كويس الحمد لله. عندنا انتاج قد ايه في السنه؟ عندنا انتاج في حدود 6 مليون طن بينتجوا لنا، يعني السنه اللي فاتت دي كان عندنا 6 مليون طن شعير بينتجوا لنا ما يقرب من 3.6 مليون طن ابيض. احنا كل استهلاكنا اقصى استهلاك لنا 3 مليون طن. يعني احنا الحمد لله عندنا زيادات ومفيش اي مشاكل اطلاقا، يعني الحمد لله. عندنا مساحات قلت شويه مساحات الرز؟ لا 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 احنا ما قلتش ان شاء الله في
احنا ان شاء الله في اخبار كويسه كمان عن الزراعات السنه الجايه، هيعلن عنها السيد وزير الزراعه والسيد وزير الري والسيد وزير التموين ان شاء الله، مش هيكون في عندنا اي مشاكل. واحنا جميع التنبؤات ان شاء الله بتقول ان في امطار كويسه جدا جدا جدا، وان الفيضان النيل هيكون العام القادم كويس جدا جدا جدا،